انت كقائد عليك ضغط يعني او زي ما تقول تتحمل المسؤوليه دائما في الارض الميداء؟ لا الجميع من في المنتخب يعني قاده ويتحملون المسؤوليه. وعن نفسي انا مرتاح ان معي مجموعه زي هذه المجموعه، وان شاء الله حتشوفون شيء يسر يعني في المباريات القادمه ان شاء الله. ايش كلمه السر انتم كلاعبين؟ ما فيه، الكل يحب بعض مع بعض وروحنا على بعض، فهذا شيء ينعكس علينا في الملعب. معنا مدرب محترم يعني، فهذه نتائج اللي قاعدين تشوفونها من هذا الوضع اللي احنا فيه.